ربنا يرحمه ويحسن إليه كل الأعزاء للشعب العربي والمصري والأسرة الفنان سمير غانم، وأتمنى الشفاء العاجل للسيدة دلال. الفنان سمير غانم الأداء فني متميز وفريد من نوعه، يعني على مر السنين ما شفناش أداء فني يعني في وجدان كل الوطن العربي. طبعا استاذ سمير غانم ممثل استثنائي وكوميديان استثنائي، يعني هو انا اعتقد هو اخف دم ممثل جه في تاريخ مصر كلها، يعني هو اللي يشوف افلامه في السبعينات مثلا لا تملك امامك غير انك تبقى مبتسم طول الوقت، سعيد طول الوقت، فاتمنى بقدر السعاده اللي هو اسعدها لينا دي ربنا يعفو عنه ويغفر له وعلى قدر ما اسعد الناس وانبسطها. يعني شكرا حضرتك.